خد يا زينة هدية العرايس عشان لو اتأخر بتشبش. ربنا يخليكي لنا في الدريشة. مسا الانفاس على احلى ناس. شد وطلع من مناخيرك. قشطة صباح القشطة. قشطة استنى يا قشطة. نعم يا وش. ما تقوليش يا وش. العزبة كلها تقول يا وش. لكن انت لا. انا سيد وسيد محترم كمان. وماله يا عرب. سلام باستراحة. ما تشتغلونيش بيا. بقيت منه دلوقتي. بكرة تشوفي لما توظف انا ودلالة السر في القاضي. كده؟ طب ما عطلتش بعرمها بيا. استنى يا قشطة. يا دي الوش يا وش. بصي عروسة لقيتها في الزبالة سميتها قشطة. يا سرور تخر ذوق. قشطة في الزبالة زيك بالظبط. قشطة في الزبالة. انت وش صحيح بس في دي عندك حق. ولا يهمك. انا اول ما هي هقبضها هطولك واجوزك. لو انت صادق انت لما تقبض اول ما هي هنشيلك. تمشي العشم يا قشطة. طب يا بنت الحراميه. هبت ايه يا جدعان؟ ده انا مصعد القشاط يا بنت. مصعد القشاط. لو ما سمعتيش عن مصعد القشاط تبقى مستجده. انت عارف سكتي منين ياض؟ استقصيت عليك من ولاد الكار. انت يا بنت مش قشطه، ربايه بطه اللي راحت عوانطة لما لقاش اللي تتمامور في المحطه. انت مش انت. عايزه حاجه قشطه؟ طرقيه اجيب وشك. طرقيه. لا تشكر يا ذوق. حتة فرسيسي ما يخوفش نملة. انت يا واد انت فتحت بابي ازاي؟ امي دعيت لي وانا صغير. قالت لي روح يا ابني اله ربنا يفتح في وشك الابواب المقفله. الله يرحمك يا امه. يا روح امك. ده انا باين عليا هخليك تصيف في القرافه. هتتكلم عيد بقى يا واد ولا لم عليك اهل العزبه؟ عندك العيب يا بنت قاري. اب بقى بمسماري. وان قلت لك ما اعرفكش. طب انا بقى بقيت هنا وصوتي ولم اهل عزبتك الخيخه. انت واد انت باين عليك بياع كلام. وانا لا بتهوش ولا باكل اوانطه. انا اسمي قشطه المره ركبت الصعب. اصعب مني مش هتلاقي. لا حلو. طب خد وما تورينيش وشك هنا تاني. مش هنشوفوك تاني. لغوتك اسكندراني. انا من اسكندوره بس طرشت هناك. مفيش كمساري في ايها اتوبوس ما يعرفنيش. طب هوينا. الله ده انا ضيف طبيت على بنت كاري. عرض قفاك على ميه بيضة. يلا ولا واحده عزوزه. عزوزه عزوزه. معايا البان يجلس هناك. صنف للرجاله وصنف للنسوان. لبان يا بيه لبان تشتري يا بيه. يا هات هات يا حرامي. قوم عظمة توتك. مصايب بتتلقى. تشكر يا ذوق. قشطة يا عسل. انت واد ما عندوش نظر. لا قشطة حلو يا عسل. طب سلام بقى قبل ما تشعر. عليها النعمة قشطة. قوم ولعناها في حمادتين احسن.
خد النفس من مناخيرك والفلوس من جيبك. وقف. اول شهر مرزوقه والحمد لله. بحي دلال دلال وقشطة قشطة بنقللها مش فايتة قشطة قشطة على فينا قشطة الليل واقفنا اصل تعبانة شوية وجنبي وجعني اجي وانا تعمل لك شاي لا 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 انا هرقد وانام ماشي قشطة تصبح على خير نفسك ده لابس لي كده ليه ايام بقى طب خلاص بلاش بلاش انا قلت تطويل لحد الصبح والصبح رباح ماشي هتويك الليله دي عند الوش عند مين عند الوش الوش والوش ده وش جامد يعني الوش انسان فنان مش لبط وهربان انت بتصنط عليا يا واد خوف عليك يا قشطة طب اديك سمعت وده برضه بنكار هتدفع كام ولا عايز تبات بلوش البلوش مستعد ما انا عارف وهيشيلوني على كفوف كفوف الراحه وكل كف وكف عديك تصبح على خير يا قشطة تتمسح في ليلتك مع السلامه يا قشطة تتمسح ابقى عشيه يا واس ما تنيموش خفيف ادي 100 جنيه اهو حرب ونار مش كنت بنت في الشارع تروح احسن مساء الخير عماله ده انا وقعت قرادات وش وقرد عن زوجي اختك دلال هو ده عيبه بتصرف كل مكسبها على الحشيش الله 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 ده اللي هدر صحتها بقى بتشرب عشان تنسى اصلاح بتحب ولا بتطلش ودي مين بقى اوعى تسيبها ما تنساش دي قشطه انت بتحبها؟
ايوه، واللي يرشها بالميه ترش بالدم ولا عليها الخرطوم. لكن هي ما بتحبكش ليه؟ يكونش لها جو تاني؟ ده انا كنت اقتله وبشرب من دم وانا عليها كوس بس نوى بس ولغيني كلام اخده وعطى. لا لا انا هحصل على الفرح. طب اوعى اطلعك بالفلوس وبعدين ترجع تقلبني. بس اوعى انت تمد ايدك على حاجه وتخيم تنام. انام على طول. ده انا اللي هترص لك حجرين. بس انا مش معسل. تلف لك سيجارتين. ايه الله الله على طول كده حلوه. لا انا مش بتاع الحاجات دي. لا 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 مش الله. ايه ده كله؟ انا في حلم ولا في علم؟ اصل هشتغل النهارده سياحي في الهيلت. ولا متزوقه عشانه اهو. هو لسه نايم؟ امبارح دلال لفيت له سجارتين اتسطر. طب اوعى. بصم بتاع السيما ايش؟ يا حبيبتي يا حمتي؟ طب يا مقتول فول يا فواق. انا هتلبس ساعات البيت. ايه ده؟ صباح الخير يا قشطه. صباح النور، ازاي؟ ان شاء الله تكون نمت كويس. نمت وحلمت بيكي. حلمت بايه؟ و ما حدش يعلم عندي الا بكل ادب. ايه ده؟ حد نزل هيكون ايه؟ المباحث وجايه تصبح. اولا اعرفكم انا بنفسي. انا اعوذ بالله من كلمه انا محروس ابو شامه صاحب العزبه دي كلها. صاحب العزبه؟ صاحب العزبه دي منين؟ احنا طول عمرنا عايشين فيها واتولدنا فيها. ايوه انا بقى اشتريتها من ورثه الخواجه اللي ساب البلد وهاجر من 35 سنه. وانا بقى نويت خدمه لكم وللوطن انشاء مدينه سياحيه بعد هدم العشش دي كلها. لا بقى، ده يبقى فطيره على ميه بيضه. طب واحنا نروح فين؟ اقول لكم بتعملوا ايه؟ تقدموا عرايز لوزاره الاسكان، وهي بقى اللي تسكنكم بمشيئه الرحمن. ويعني ايه الاسكان مشكله؟ دي حاجة بسيطة خالص. مموت يا حمار. احنا مولودين هنا ومش هنتحتح من هنا. سكتوا الكلب ده. ما حدش مد ايده عليه. ايوه ايدك خلاص ايدك من الحوض. ايه؟ مفيش عندك رحمة. حرام عليكم. حقي ايه؟ حقك ده ايه؟ فلوسي. فين مسكين؟ انا اقدر اجيب عليها واطيها دلوقتي. يا بيب الهداوة. الانسانية فوق الحق وربنا فوق الفلوس. وانا اعوذ بالله من غضب الله همشيها انسانية. وهدفع فلوس. فليعيش ابو شامه بيه رجل البر والاحسان. فليعيش ابو شامه بيه رجل البر والاحسان. قول يعيش ابو شامه بيه رجل البر والاحسان. اسمع يا انت، اللي هيمضي لي على ترازل ويعزل هدي له 100 جنيه. يا عم دول يتنشلوا في ثانيه، ده انا بقيت ليله بحالها في حضن قرده ب 100 جنيه. يبقى اللي مش عاجبه بقى ذنبه على جنبه. انا بقى يا اخويا مش عاجبني. ما بدهاش بقى. امسكوا الكلب ده. طريقة سعادة البيه. انت متهم بالشراف القتل. قال يا فندم ارض الغزال بتاعه. ارض الغزال؟ ليه؟ ما انت بتسوي الكلب على الشاش. يا بيه انا جنب الاسعاف. طالبين الاسعاف يا بيه. انا عايز حد يكلم. اشرف سعادة. عايز اشرف. انت اسمك مش غريب عليا. قلت لك ثوابي يا باشا. مسعد الوشاط. ده انت مطلوب في مديرية الامن. اهلا. ده طبلت. يا معوض. شد حيلك، انا هشد لك محامي. اوعى يا راجل انت. ما كانش يومك يا ابو العيال، ادي اخرك حبك في اللي في الغرق. اوعى يا ولية. قلت لك مصعب. بعد اذنك يا شويزه جوزي. ايه يا قشطه، هتفضلي دايره ورايا؟ يا طعني مش انا السبب. خد جبت لك سندوتشات وسجاير وقرشين كده على مواصل. معلش بقى، العين بصيره والايد قصيره. قصيره ليه؟ مكان الطول كده. ده انت اللي شلتيني انا ذات نفسي. انا بعد ما شفت اللي جرالك انا خفت وحتوب. نعم، وده وقته؟ ده السجن ده المصروف. على العموم ما همكش، انا سداده. بس انت مرحلينك فين؟ على اسكندويره، حصلت قضيه هناك متهم فيها، بس عليا النعمه انا محتبها لي سنه. هتخلص يا واد، كفايه كلام. الله، ما تخليك حلو. امال ما انت هتاخد السندوتشات؟ انا هاخدهم برضه. الجر قدام. اشوفك بخير. مصعد، مع السلامه يا مصعد. مع الف سلامه. انا مش هسيبك. انا عايز كرسي جنب الشباك. اطلع عطل. اطلع شويه. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، العتب على الظلم. ايه ده؟ مش تفتحي؟ حقك عليا يا سعادة البيه. حصل خير. حقك عليا.
نهارك فل حبيبي. حبيبك. اهلا اهلا محروس. الارض خلاص بقت بجيبي، عايزين بقى نشهر المشروع. وانا جاهز. الله، انت عليك الارض وانا علي المباني. خلاص. بس بالنص بالنص بالنص. يعني كل واحد فينا يطلع له كده بخمس ست قرارب. انا نفسي اتفتحت، انا مستعد ارض دلوقتي. لا حبيبي، اللي هيمضي معاك طريق ابني، لان كتبت المشروع باسمه هديه جوازه. وهتجوز؟ الف مبروك. يبقى عليا الفرع. طبعا الفرع عليك، لان طارق هيتجوز الهام. الهام؟ الهام ايه؟ شافها في النادي وعجبته. ايوه بس البنت المغريه فتحتها يا رياض. عارف. الاستاذ خالد اتفضل. مش على خالد المحامي ده، انا بديله اصغر قضايا شركتي، بيقبض اتعابه بنبني. قلت يا محروس وانا في ديك الساعه يا ابو نسب. تحت امرك يا فندم. اهلا، نورت الشركه. انسى بقى حكايه عمي. يعني ايه؟ يعني الظروف اتغيرت والشركه استغنت عن خدماتك والتوكيل اتلغى. مع السلامه. يا بنتي يا حبيبتي، انا مش شايفه بصراحه اي حاجه فيه تتعيب. مش هتجوزه يعني؟ مش هتجوزه. لا لا، ما تلخبطيش الدنيا، انا اديك كلمه خلاص. القلب ما يريد يا محروس. بلاش كلام فارغ. الخالد قال ده، خالد ده انا سمعت عنه حاجات مش كويسه، ثم انا بدور على مصلحتها. جايب لها مليونير، ابوه مليونير وامه مليونيره، عايزه ايه تاني؟ انا قلت مش هتجوز. اسمعي، هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. الجواز مش بالشكل ده يا محروس. هي كلمه ورد غطاء، والكلمه اللي قلتها هي اللي لازم تمشي، فاهمه؟ طب بس اسمعين، مستحيل ده يحصل. اسمع يا خالد، تعال نتجوز ونروح على بيتكم على طول. ما اقدرش يا الهام، افهميني. قطيعة تقطع الكار وسنينه، بشتغل طول النهار وانا خايفة ومعلقتش غير دي. وكان لازمته ايه؟ ما قلتلك يا ستتك، وارفض عشان تصرف على الواد الصايع اللي بره. صايع؟ يعني عايزنا نسيبه بعد البهدلة اللي اتبهدلها عشاننا؟ وفرضت مسكتك كان هينفعك؟ بس طب افتحي المحفظة شوفي كنت هتتحبسي بكام. ايه ده؟ نهار اسود؟ دي فاضية فاضية؟ أهم يا سلام، 30 جنيه يا حلاوة، ومخبيهم وعامل لي بيه ولابس لي بدلة. خد خد استقرى البطاقة دي، شوف شوف بيش. إيه ده؟ اشتغل إيه؟ امسك. محامي. محامي؟ يعني زملات ووكالات نيابة وقضاي، وحق الزمان وقلب الدنيا دلوقتي. خفتي؟ خفت؟ نايم. ولا في حاجة تخوفني؟ ده انا في دماغي حاجه تانيه خالص. ابو شامه تاني؟ استني يا قشطه، انا بهدلوك انت كمان. قشطه، ابو شامه وصل وبيفرق فلوس. ومال؟ خدوهم احسن منين يعني؟ ايوه بس عاوز يمضينا. مضيك عليها على بقى العيشه. لا حدق، اسمع يا ولد، كل واحد يمضي باسم عوانطه، واللي يبصم يبصم ولا كانه استقرى بصم على ايه. مفهوم؟ مفهوم. ماشي كلام. والله عالي يا ابو شامه. استني قفل. We'll be right back.
ايه بتكلمي انت ايه؟ ايه يا بلو؟ يا حمتي انا بلو. بس حلوه. انت مش واقفه في الطابور ليه؟ ها؟ انا ما اخدش 100 جنيه. ماشي كده ولا تزعلي. ادي يا ستي 50 جنيه اهو. تشكر يا زول. انت بتشتغلي ايه؟ حقهم يعني. متجوزة يا بنت؟ يا مأمنة للرجال. لا أمني. إيه رأيك يا بنت؟ أنا ليا مزاج أشغلك عندي في الفيلا. حبستك أوي أوي. هسكنك في أوضة بعيد في آخر الفيلا. في الجنينة. يا حرمتي. هو أنا أديك الساعة يا سعادة البيت. تعجبيني يا بنت. طب روحي بقى فاضي ال 100 جنيه وأنا هبعت لك بعدين. ماشي؟ ماشي. وعلامة يا بيضة. يا بنت يا بيضة أنت. يا عيش أبو شمع بيه رجل الأساس. محدش فيكوا يصرف مليه. يعني من دقنه وفتله. بفلوسه هنشد محامي يجيب لنا حقنا من حباب عينيه. غمينا البيع وتعبنا عليه. صباح الخير. صباح النور. سعادة البيه المحامي موجود؟ اي خدمة؟ قول له قشطة. سعادة البيه المحامي، أول هام سماح يعني سماح. محفظتك أهي وفلوسك فيها. افتكرتك، أنت اللي معلش يا سعادة البيه بقى هي اللي نطت في جيبي. على العموم أنا جايبالك 1000 جنيه فوقيهم أهو. إيه دول؟ عربون. ولا ولسه كمان بنلم لك يا سعادة البيه. اصل عايزينك ترفع لنا قضيه على المفتري محروس ابو شام. محروس ابو شام بتاع المقاولات؟ هو اللي يتطفص في نظر ويركبه اللهو الخافي. طب خلي فلوسك معاكي وفاهميني ايه الحكايه بالظبط. اتفضلي. مش عايز حد يخش لي خالص، فاهم؟ بسرعه شويه اعمل معروف يا استاذ. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. حاضر يا قشطة، كله هيبقى تمام. ايه ده؟ ضربوك في الاسم؟ ضربوني؟ استغفر الله يا سعادة الباشا، ده حتى سعادة الباشا قاعد قدامك حنين ولطيف. طب ما تقف كويس، رجليك فيها ايه؟ عرق يا سعادة البيه، عرق انما بعيد عنك قد كده اهو. هو قد كده اهو، قد كده اهو. واقر المتهم بانه لم يقع عليه اي اكرام. انت متهم بسرقة خزينة الجمرك. وكنت في مصر متهوم بسرقة ومش الأنفاق. أني سواق قدام سعادتك يا سعادة البيه، نشلت أتوبيسات ومش الأنفاق وخزنة الجمرك بيركبوا أتوبيس. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. خالد منصور المحامي. حاضر مع المتهم. قشطة. إيه؟ قشطة يا بيه. قشطة قشطة. انا خلاص تبت ومش هسرق تاني. ماشي، ونعملوا لك ماتش اعتزال في بنك وتهبروا الهبره اللي هي ونترسق بعد كده. مصعب انا بتكلم جد. انهي جد يا بنت الحلال؟ الحال من بعضه. ما هو المود ده حيز الخرفان. ياهو نبقى دياب عشان نعرف نعيش. مفيش في الدنيا احلى من اللقمه الحلال والشرف. انا وشرف اللي في صباحه صوابعي. انا خلاص بقيت درس متعلموني في كليه الشرطه، واللي ما يذاكرنيش ما يخش الدبوره. يعني خلاص مفيش فايده. المهم اعرف دلوقتي بتحبيني ولا لا. ما اعرفش بتحبيني ولا لا. مش هقول. لا لازم تقول. وانا شند الكيان اللي انت تبهدي نفسك. لا الراجل مش واخد بالك. اوعدني الاول. اوعدك بس هاتي نفسك. لا عشان خاطر يا عم بعد عني. لا تعرف يا مصعب العيشه من غير خوف طعمها حلو قوي.
انا ظروفي هي اللي خلتني كده. ابويا اتحب الصغر عقبال ما خد براءه، كانت امي بعت نفسها عليه، خرج من السجن قتلها وقتل نفسه، وانا متطلطين في الشوارع للاصلاحيه للي انا فيه دلوقتي. لكن طول عمري كان نفسي ابقى زي الناس، الناس اللي هم ناس. وانا خلاص يا قشطه، ايد على ايدك، نشد الهمه ونتكل على الله. ابيض قشطه. اديك الاول افتحها في وشي. خد يا مسعد نصيبك اهو. ايه ده؟ انت هتسرقيني يا قشطه؟ لا ورب المعبود ابدا. بقول لك ايه؟ خد الفلوس كلها وقسمها انت بطريقة. انت صدقت عبيطه؟ خد انت الفلوس واديني مصروفي، والباقي شيليه عشان عش زوجتي. امسكي. امسكي. وصلي صلي يعني هنتجوزه وهنبقى زي بقيه الخال؟ بكره هفرجك على العيشه دي، ان ما خليتها لك فشر السرايا. طب ما تجيبي قطع عربون بس يا ولد بعد المأذون. وتفتكر العيشه دي هتكفي دسة عيالي؟ يا حمتي دسة بحالهم؟ الله وليه لا؟ الله ما خير ربنا كتير وهنعيشوا بالحلال. جدع يا ولد.
أسعد، عهد عهدني عهد الله ما تسيبش حقنا وابو شامل لازم يدفع الثمن. حظ حظ ايه والنبي تتنيل؟ انت ايه اللي عرفك سكتي؟ مش ساعه يا صايع، انا جبت قرارك من اول ما اشوفك. وانا البوليس عارف سكتي هنا، يعني لازم نتوقف خن تاني. اتفضلوا معايا يا فندق المقطيح. انا تعبانه قوي يا مسعد. خلاص مش قادره، كلها خطتين مش قادره. البتاع ده تقيل قوي على راسي دي. اتفضلوا اتفضلوا يا حبايب اتفضلوا. استنى، المكان ده جميل جميل، ما فيهوش غير تعبين وعقارب. يا حمتي ارحم من البني ادمين اللي ورانا. على رايك الجناح ده اوضتين، دي واحده والتانيه تعالوا. يلا تعالوا تعالوا يا وش. ده الجناح الخصوصي. ماشي يعني قشطه، هتنام لوحدها وانا هانسك وانام معاك. عامل حساب يا اخويا عارف. اشفع، انا معايا 100 جنيه هجرب بيهم اوضه مفروشه جنب السلك لحد ما استلم الوظيفه. يا سلام، يعني اسيب العالم دي كلها متشرده بعيالها في الشوارع وابو شمع هو اللي يكسب؟ ما هو كسب خلاص والميه ما تطلعش في العالي. يا ابني يا حبيبي، انا عليا ندر ولازم اوفيه. قشطه قشطه، سيبك من العزبه وغيرها والتفتي مستقبلنا. يبطل وش بقى، انا بحب مسعد ومش هسيبه وما عطلكش بقى على ميه بيضه. سيد ما تزعلش مني يا سيد، حقك عليا، بكره ربنا هيرزقك بعروس احسن مني. انا بعت له انذار. والانذار عمل ايه؟ ما هو جاب عليها وطيه. في الاخر هيتحكم لصالحنا وناخدوا الحكم اللي فوق سجاير. ما هو ده اللي حصل في قضيه ابويا. العدل احيانا بيتاخر لكن في النهايه هياخد مجراه. يا استاذ، العالم بتتشرد بعيالها في الشوارع والقضيه عماله تتاجل سنه ورا سنه، يكون هو خلاص هد وبنى؟ ده العدل اذا اتاخر يبقى ظلم. ولسه في استئناف ونقض واشكال ودفوعا وشيوعا واجراءات ومستندات، يكون التعلف فات وفضلوا 7 لفات. استنوا بس. استنى ايه؟ يا استاذ افهموني، القضيه دي تهمني زيكم بالظبط وعشان كده انا ما خدش اتعاب. تعرفوا ان فرح بنت ابو شامي يوم الخميس؟ طب وايه يعني؟ ما هو المفروض ان ده كان يبقى فرحي انا على بنت ابو شامي. ايوه يا صفاء، انا بحب خالد. ما خالد لو كان بيحبك كان عامل مستحيل عشانك. ازاي اتجوز واحد ما بحبوش؟ يلا يا عروسه، الناس كلها تسال عليكي. يلا حاضر. بلاش كده يا الهام. Thank you.
خير يا هندسه؟ زي الفل. ولعت العربيه ولاد الحرام سلوها. الاقي شويه على جنوبك ثواب من عناية. ايه ده؟ صاروخ ده ولا ايه؟ صح، صاروخ ارض نفوخ. تاخد لك نفس. مخيت دي شربت دماغي من اول نفسي. سهل خير. لا لا اشرب. انا معاك كتير. اصل انا سواق سفير حششتان. سفير ايه؟ ده جزيرة حششتان دي بقى اللي بدعت المزاج كله. ودي فين دي؟ في محيط السطليكي غرب افيونستان. عارف السفارة؟ في البطلية. يا سيدي هيا طيب يا عم سقف سقف رقص رقص رقص. طبل لنا يا طبال ويا نيقون الموال. طبل لنا يا طبال ويا نيقون الموال. اتفضلي يا عروسه، هتقضي شهر العسل في شلة المقطم. خش خش يا اختي، خش خش يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ لا يا حبيبتي مسعد، احنا بطلنا سرقة خلاص، احنا عايزين حقنا وبس. بيننا وبين الحرام ربنا. يلا يا اختي، يلا يا بنت ابوكي. خدي كولي. مش عايزه حاجه، انا هوديكوا في دهن. يا سلام. لو تعرف يا ابوكي عمل فينا ايه. يا مصدتي البنت فين يا محروس؟ يعني البنت خلاص راحت؟ لا 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 ما راحتش ولا حاجه يا ناهد. انت عارفه ان محروس لما يقول انها هترجع يبقى هترجع، وانت عارفه كويس. انا مش عارفه حاجه ابدا، انا مش عارفه حاجه ابدا. انا عايزه اعرف انت اللي مش عايز تبلغ البوليس. بوليس؟ انا عايز اعرف بنتي راحت فين. انا هفهمك هفهمك. انا اصلي ما اشتريتش الارض من ورثه الخواجه، والعود اللي معايا كلها مزوره. يعني ايه؟ بنتي هتدفع ثمن لعبتك؟ لعبه فيها خمس ست ارانب
وحشه دي يا ناهد. اسمع يا محروس، انا طول عمري عايشه تحت رجليك، لكن المره دي هبلغ البوليس. فاهم يعني هبلغ البوليس؟ في عرضك يا ناهد، في عرضك. ما تولعيش الدنيا، البنت هترجع، يعني هترجع. الو، العروس عندي وهنزفوها العصائل بعد ساعه. يا اما تروح للاستاذ خالد المحامي تكتبوا تنازل على الارض باسم قشطه. تفتكر هيتنازل صحيح عشان خاطر البت؟ ولا ده ملعوب جديد من العيبه؟ والله مبروم على مبروم ما يلفش، ويا خبر بفلوس بعد ساعه نسمعه بلوشي. يا رب يا رب الهي وانت جاي. احنا ما بنطلبش سرايات، بس الغلابه ترجع تاني تبني العشش. بقول لك ايه، هي العزبه بتاعتكم دي ما كانش فيها مأذون؟ اهو ده اول واحد هنرجعه، ده شرط نور على ميه بيضة. حلو انت. ابو شامه بيه، اسمع كلامي كويس، ابو شامه بيه ما ينضربش على عباه ابدا. الهام فين؟ الهام؟ مالها الهام؟ استعرض تقول لي مالها الهام؟ وديتها فين انت؟ انا عمري ما ارتكبت جريمه، انا مش فاهم حاجه ابدا. حبايبك خطفوها قشطة والقشرات، وقالوا ان انا اجي هنا عشان اتنازل عن الارض. اتكلم وديتها فين؟ ازاي ما بلغش البوليس؟ انا هبلغ. بلاش تدخل البوليس يا استاذ خالد. انا هفهمك. انا بس حبيت اتاكد من مراتك. قول لي، انت لسه عايز تتجوز الهام؟ طبعا. حقيقي بجد؟ وانا بعد اللي حصل ده مش ممكن اخصبها تتجوز حد غيرك. نقرا الفتحه. اقرا الفتحه يا راجل. هي الساعة كام دلوقتي؟ أحبك يا مظبوطة. ألو؟ أيوة مسعد. أيوة. أيوة موجود عندي. نعم؟ أيوة التنازل اتمضى. أيوة يا أخي هات هات الهام وتعالى. لا 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 ما بلغش البوليس. هقابلك لوحدك؟ فين؟ طيب حاضر. طبعا يا اخي هيكون التنازل معايا. طيب خلاص، مع السلامة. مسعد خالد اهو. عملها عملها، تعال عاد ياخد مجرمة. اقف يا كلب طويل. الان فين؟ انت انا خلاص عليكم. لا يا محروس بيه، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ انت حلفت لي تشكر قانون. Yeah.
جاهزة قشطة؟ على مية بيضة. ولع باظت الميه. شوف لنا شوف لنا اي حاجه نولع بيها. في السجن و
واشطب في الشباك. لما قلت لك لما قلت لك ما سمعتش كلامي. شنو هاد الصايع الصوابع؟ انت عايز مني ايه؟ اشرف ايه؟ امال روح فين؟ اشرف راحت بيت الناس هرجعك لأهلك واخلص من المصيبة دي واخد الحلاوة كمان. أرجوك سامي ابعد عني. يا بيت خلاص ما تطلعيش الزرابين لسه على وصول. أحسن أنا هخليهم يتصلوا بخالد وخالد مش هيسامي. لا 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 بيت اللعن على المصاد اللي أنت لابساها. حته الضربه هتقطم وسطه. عايزين نمخمخه له كمان على ضربه تلطم دماغه. لا بس لازم نمخمخ له على ميه بيضة. ميه بيضة عشان تبقى عيشته سودا. انا زي ما فهمت سيادتك بالظبط. انا ماليش اعداء. انا راجل في حالي. الله جاب الله خد الله عليها العوض. طيب يا محروس بيه، سعادتك تشرفني في مكتبي بعد الظهر علشان ناخد كلمتين ونقفل المحضر. وهو كذلك. سلام. شرفت. ادي اللي خدته من بنتك. وانا مش حرام. تعال معايا بس. في واحد من بتوع العزبه كان عايز يقابل حضرتك وانا كنت حايش عشان الضابط كان موجود. مين هو؟ انا سعد. ايه طلباتكم ايه المره دي؟ انا مش معاهم. انا من يوم ورايح مع نفسي وبس. انا ممكن ادلك على المكان اللي هم فيه. هم والعروسه وادي عمار. استنى طبر دي شبكه بنتي. استني انت بس يا نايف. حلال عليك حطهم في جيبك بس فهمني هما فين؟ ما اقولش غير لما اخد 10,000 جنيه احطهم في شقه بدل عشيتي اللي اتهدت. اديله يا محروس، اديله اللي هو عايزه. بس بقول لساعتك ايه؟ قشطه براها. الواد الصيح هو اللي ضحك عليها. انا بحبها كنت عايز اتجوزها. وانا بقى هخليك تتجوزها. وهدفع لك المهر كمان. بس على شرط رجلي على رجلك. اسمع يعني مفيش حد ولا ساعات بك كان تقصر عليا. لا كان هنا كان انت تعال 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 مش نفسك تتجوز قشطه. انا بقى
حزفك عليها قدامي. بلاش اللي يضحك على ابو شامه يا كلب. اسمع يا ابو شامه، دم الوش مش هيروح حضر المره دي، هتدفع الطاقه 10. موافق موافق، بس اسمعي يا قشطه، انا عارف ان انا ظلمتكم، لكن حصلها غلطتي يا قشطه، حصلها غلطتي. بس انا عايز اقول لك حاجه، الهام امها حالتها صعبه قوي وبتموت، يعني يخلصك انها تموت. يعني موافق اي غدر تاني هتكون حياه الهام التمن. لا لا لا، انا مستعد على كل حاجه، مستعد دلوقتي انزل ونتقابل عند خالد المحامي واكتب لكم التنازل وادفع التعويض اللي انتوا عايزينه. ماشي، بعد ساعه هكون في مكتب الاستاذ المحامي. والله والله يا خالد، الواحد بيعيش ويتعلم ويتكلم ان لا يخطئ. انت متاكد ان قشطه جايه دلوقتي؟ اه طبعا. يظهر يا خالد انه ملعوب جديد منهم، انا قلبي مش مطمن، معرفش ليه. على كل حال انا هروح، لاحسن ام الهام تعبانه قوي، واذا جد اي حاجه كلمني كلمني وانا اجيلك في لمح البصر. اياك تكون الضيافة هنا عجبتك، ها؟ ودماغك الناشفة دي كلانت قبل ما نكسرها لك، أم عقل مخروم. ده أنا رجلي ممدودة في كل شبر في البلد، إن شاء الله حتى الشبر اللي حتويكي فيه أنت والصرصار بتاعك. فاهم انك انتوا لعبتوا عليا؟ لسه ما تخلاش اللي يلعب على ابو شامه. احنا ما ضحكناش على حد، احنا مش عايزين غير حقنا وبس. قالوا حق اللي بتتكلموا عنه ده؟ طب واللي عملتوه ده يرضي مين؟ ها؟ يرضي اللي لهم حق، وما يرضيش اللي عايزين ياكلوه. الارض دي احنا اتولدنا فيها،
وهنموت فيها. ماشي، وانا هدفنك فيها. هي كلمة واحدة، هتطلعي معانا دلوقتي توريني مكان الهام. خدني معاك وانا ميتة. تتحديني يا بنت؟ ده اللي يشطر على مرة يبقى مرة. تو تو. معقول يا قشطة؟ كل ده تليفون؟ ايه اللي غايب حجته معاه؟ 100% يكون ابو شامة طالع، وانا لا يمكن اقعد اولول زي نسوان كده. هتعمل ايه؟ هنزل الجبل. وانت ما تخافيش، معلش هعمل معاك ده. بس لا استنى. ايه؟ الفار كل الطعم ارد على فوز دي. لا لا لا، سيبه يرن شويه. ايوه يا اخي مسعد قشطه. لا لا اطمن، دهناها عسل وهتبقى عشوه حلوه للديابه والكلاب السعرانه. يعني ايه؟ مش خايف على بنتك؟ انا كمان هنقطعوها ونرميها للقطط. خلاص نبقى نتفاهم. ايوه وخليك معاها حلو. انا اسم القشاط ابو صابع ده. ايوه انا تحت امرك. ايوه نعرفوها. ايوه نعرفوها. وبعد ساعة واحدة تكون معاك الهام تسلمني وتستلم. واي ملعوب كده ولا كده يا مسعد، الدبان الازرق مش هيعرف طريق عشطة. فاهم؟ خلاص اتفقنا. اعمل معروف، رد عليا. عاوز ايه؟ خلاص مش قادرة، حاسة ان قلبي هيقف. وانا اعمل لك ايه؟ دي اوامر البيت، خلص نفسك معاه. حاضر هعمل كل اللي تقول عليه. والنبي انت باين عليك راجل شهم وقلبك طيب. راجل وشهم صح، لكن برضك مرضاش اعمل حاجه. طب تعالى دقيقه واحده بس عشان اتسند عليك استريح شويه. كيف يعني؟ طب قرب عندي بس. ايوه تم جميلك بقى وسندني عشان جسمي يستريح. ما يا ما هو ده اللي ما كانش على البال. جيت ساعه تولع. خدوا بالكم كويس وفتحوا عينيكم. الواد ده والعباد لو لعب بديله او حاول يهرب اقتلوه. نقتله ازاي؟ طب افرض الهام ما كانتش معاه. ولا يهمك، النتايه بتاعته في ايدي. المهم انا مش عايز يحس بيكم، كل واحد ياخد مكانه. يلا. حاضر يا بيه. Thank you.
اشربي اشربي يا قشطي الليله ليلتنا وتصف ابو شامر. انما قولي انت اسمك ايه؟ انا اسمي ظلمي. يا حومتي الطعمه دي كلها واسمك ظلمي؟ اصلاني شغلتي اجلب اي نور لظلمي. لا 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 انا هسميك نور. نور العيون يا شغلني. دي ما كنتش عايش انا. واللي منعك ما تعيش؟ دي الحياه حلوه، طعمتك دي كلها وحلاوتك دي كلها ورجولتك دي كلها تدفنها مع ابو شامه. لا 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 ده انا عايزه ابقى صيحه، عايزه ونون. تونوني؟ انت ليك في الونون يا قشطه؟ امال ايه؟ ده انا واحده صاحبه مزاج. وانا حارس الونون هنا دقيقه وراجع لك. مستنياك. اهدى. اهدى، معقول هنشرب شاي مع منكر؟ ما هو ده مش شاي خالص، ده شاي جتته متلبشه ومتغمسه ومتطعمه ومزجه. يا صاحبه المزاج والونوانه. طب حاسب الشاي بيغلي وحيفور. جدتي هي اللي بتغلي يا قشطه. طب قول لي الاول ايه اللي انت حاطه في الشاي ده؟ واللي خلقك عمري ما عملتها مع مخلوق، انما انت شقلبت الكيان، واللي في الشاي ده حاجه من كنوز الملك ابو شامه ملك المزاج. ايه هو ابو شامه له هنا كنوز؟ كنوز المزاج هنا يا مزاج انت. حلاوتك انا حبيتك يا نور، بس ابو شامه ده طمعان فيا وانا بقى بصراحه مش طايقاه. انا عايزه راجل، راجل يحميني زيك. ابو شامه ده ايه؟ ده مهما كان كبير ممكن روحه تبقى في ايد واحد زيي. ازاي؟ قول لي يا نور، قول لي يا نور العين، قول لحبيبتك قشطه. العزبه دي فيها 40 فتان، فيهم 3 فدادين مزروعين خشخاش. يعني ايه؟ يعني مخدرات خام بتجيب له ملايين الجنيهات. خدي. احنا يا رجاله شغلتنا ينفع فيها الغلط؟ لا يا بيه.
وضلمة غلط، مش كده يا ضلمة؟ غلط يا سعادة البيه، بس أنا يعني طول عمري كلبك لميه. كلب دي صح، لكن لما شفت اللحمة انسعرت، عضتني غصب عني يا سعادة البيه. يعني أول مرة أشوفك، أنت طول عمرك قلبك كبير. خدوه. اما انت بقى يا قشطة لك يا عندي موال، هتغني شياطين جهنم. هتعمل ايه يعني؟ لا هعمله فيكي، لا حد عمله قبلي ولا حد هيعمله بعدي قدامي. صدقتي ان انا ممكن اعمل فيك حاجه وحشه؟ بالعكس، انا عملت كده بس عشان الرجاله تفضل شوكتهم مكسوره. يا سلام، تقتل بني ادم عشان الرجاله تفضل شوكتها مكسوره؟ يا حلاوه. صراحه انا قتلته لانه كان هيضيعك من ايدي. قشطه، أنا هعمل معاك اتفاق، إنما هيبسطك أوي. وماله يا سعادة البيه؟ نتفق؟ هنتفق، هنتفق يا قشطة، قشطة، أنا هدفع مهرك الليلة. بس أنا يا سعادة البيه مهري غالي أوي. وأنا قد الأول يا قشطة. قولي 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 يا قشطة، قولي. اقعد طلباتك يا قشطة. أهل العزبة اللي تشردوا. أهل العزبة ما باعوا لي وقبضوا. أنت مش كنت معاهم؟ ضحك من القوي يا سعادة البيه. بقولك إيه؟ لو قلت لك إن الفيلا دي كلها مهرك يكفيكي؟ طب استنى بس يا سعادة البيه شوية. استنى بس يا سعادة البيه. إيه؟ طب مش كده بس بالهداوة؟ هداوة مش لما اخد عليك شويه يا سعاده البيت؟ خدي 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 زي ما انت عايزه. تعرفي تعرفي يا قشطه؟ انا من اول ما شفتك كان نفسي فيكي صدقيني. بتعمل ايه؟ وريني. ده الخامه بتاعتك حلوه بجد، حلوه قوي. حروس شفت يا ابو شامه، انت كمان ما تفرقش كتير عن ضلمه، بقيت كلب واتسعرت لما شفت لحم. هات يا شاطره لا يعورك، انت مش قد اللعبه مع الكبار. احنا بيننا وبين الكبار ربنا،
انت اللي جاي تلعب في ارض مش ارض. انت اصلك ما تعرفيش يا ابو شامه، لما يحب ياخد ياخد. مش هتقدر يا ابو شامه، لان خلاص روحك بقت في ايدي. لاخر مره بحذرك يا بنت، هاتي دي مش قد العباده. لا قدها يا بتاع الخشخاش. ليه يا بنت؟ تلات فدادين يا مفتري، دي فيها اعدام. والكلب قال لك؟ هو انا قلت المصعد باللاسلكي؟ لا بالتليفون يا كبير. انت مش مجنونة؟ نتفق نتفق احسن. حقنا يا ابو شامة قدام عمرك. انا مستعد انفذ كل طلباتك. تعبان تعبان قلبي قلبي. هتروحي فين؟ هنا مفيش خروج. ابو شامة بيه، طب خلينا نتفق احسن. نتفق على ايه؟ ما خلاص محدش ينفع. عرفت ظروفك كويس قوي، ممكن اقول لك ابو شامه مخبي قشطه فين. وثابته ليه يا بنت ابو شامه؟ اسمع يا مسعد، ابو شامه ده مش ابويا. ايوه ده جوز امي، راجل ظالم ومفتري. امال ايه اللي مخليني مستحمله العيشه معاكم؟ اهون بكتير من العيشه معاه، بس اللي صعبان عليا امي. سيبينا من كل ده، قشطه فين؟ بص للرجاله وقول لهم داخلين على المعمعه. جاهزه يا رجاله. Thank you.
Thank you.
ما تخافيش يا اسطى، انت كنت في حاله دفاع شرعي. اطمني، كل العود اللي مع ابو شامه مزوره، واهل الازمه هيرجعوا تاني، وفي النهايه العدل هياخد مجراه.